بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أشهر كان يخبر لنا يا آيات الله يبقل سديتا يسدح وصورة البقرة كمدة. إلهي سبحانه وتعالى يقول نوصى ورمي عشر كلمة أيني يقول دنبيي معاملة أوبينك لقوم معاملين هذه إلى أحكام كيري هي إلهي سبحانه وتعالى نوصى شيري وآيات بيريدي أو آيات قرآن كأي بيريدي أي إلهي سبحانه وتعالى نوصى ورمي إن دينك الله قرى مرخاتنا الله سمعي أي إلهي سبحانه وتعالى نوصى ورمي مرك إلهي ذي سبحانه وتعالى الله كعب صدر إلهي أمر كيسة هي نهي جيسة الله وحي إذن بريا أمورتي إنما صالح يضع يا إلهي سبحانه وتعالى إذن بريا الله نفسه سبحانه وتعالى شيك السكيت علم لي هذا وحيه إصلحوا المكاس يا إلهي سبحانه وتعالى موضوع همي أفيا شيء يحيي حيوم كاس الله وغزو همي بدكو مركز المسافرين اي مهدان اذ لمركز سنع الدين ايا ان الدين كالقاتان وصيقنا اي سميان اي الدين ايا وحلوك السين اي وحي اي مركز اي سمي لها ايا 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 ارفا موضوع رمي معايا ايضا رايح اي هذي ايضا مقيمي اي اي اول النجي اي او اصفر لبجر بل ملا كالقاتان اي وصيقنا اللي سمينا اي ايا ايا سبحانه وتعالى وصور رمي هذا ملك يحيي السفر للموضوع أي إله موضوع رمي وإن كنت نبيا لهاتان أو إله سبحانه وتعالى على سفر سفر كركي سالهاتان ولم تجدي إذا أنبرينا كاتبا كاتب يحقرنا إذا أنبرينا فالرهان ذهن يالا أيوب إلهي رهان تأسوا مقبولة وخلق بلانا أيو أيا تسوي سغونا بها وسوى قدرات مثل سوران يسين إلهي ذي سبحانه وتعالى وإن كنتم أداد هاتان مؤمنين وعلى سفر سفر كركيسة معنى إيه مسافرين يقوى سفر يا أداد هاتين وتداينتم أيام ماشى وجدت وحناك دي سنيسين بكي عليه أيه وصفر كجرة إذا مركا سنو دينا أيه يحكى للدين سلام وهي وصيقا هاي وبينك أسلوك السوناي ويسمرين أيه إلهي الموضوع رمية مرك إلهي بير مرك سفر هاتين الإلهي ولم تجدوا إذا مرين خاتلا مضيح قرون إلهي مرك وعليه مضيح قرن الله مها يؤيد دينك أجشي سيا أجد كي سفر فالرهان أمث الرهين فهن يرى أيوب إلهي سبحانه وتعالى رهان تأسوا مقبولة نوض إلهي لقبلون أيو ويحيي مركاسي منك دينك بحنا أيو دينك أيو وقادنا أيو أيها تسوي سقونا بها وسوق الزاتوك السوناني سين بلك هذا ماشان وعا إلهي سبحانه وتعالى عباد مسافرين تلين كاتبنا إذا مرينا دين أو حالي كالقالين سين وعليه ذهان أيها أدمارت يا كالقالين سين إذا إلهي سبحانه وتعالى ووحا الله قادنا يا متك وحالي مدينك هو دينك قادنا يا وحا أنا قادنا يا متك وحوي الدين كهو دين كبحناية فاسا يا وحال لك بغا يالي الوثيقة لوك السورية لكن سمد وحي عبدالسي خيان كوينة الدناني هاي مرك حلق لجوه او النجي هاي او عن سفر الوجر امر عالك لقاركرو او وحوي اللبغة بوحوية كلا دين سيسا ان وحوي الرهان يسود دان ان الدنان فهان سمد عيا عبدالسي كنت تفضل وانا مقرر يكتاي مرك هذا وحيي وحال لغير رمي يا مرك أنا أيضا وحال لغير رمي حال مرك أسجدته احتياجه يكسي حيك بناري لكن هذا وحاء إلهي سبحانه وتعالى وعبدنا يا إن هذه وحيي لصفر أيو دين الله خلق هذا أيو كاتبنا أن غيري إن مرك سبحان الله خلق هذا أيو مرك هذا وحيي كاتب وجود كيسا ليري وعليه البيت كافي سيئة وهذا وعليه اللي مقبول عليه
aayadu horaa la yidhi waxaa la yidhi maaragtay kalsoonida waxa weeye isaga loo qabo ayaa ashad aa la yidhi ee hadda waxa weeye aayadda hore laftirkeeda haddii waxa weeye kaatib ousan jirinoo kaatib la-aantiisa raan la kala qaato idoo xallar la yahay xataa way bannaan tahay ee waxa weeye kaatibka waxa loo samaynaayo waxa weeye kaatibka kalsoonidaa kusii xoog badan mar haddii deynki la qoraayo marka hadda marka ilaahi uu leeyahay farihaanun maqbuulatun maqbuulantaas waxay markaasi waxaa la yidhi ay faa'iideysaa ishtiraadu lqabli wey firahni wey inay shardi tahay raanka in la qabloodo inay shardi tahay wey oo markaasi waxa weeye oo ku kaaftoo markaas ruuxa mudtahinkaa wey ama wakiilkiisa ee waxa weeye faahinka oo uu kaaftoomo haddii waxa weeye qabli uu dhaco fama mid hadday aaminowna ilaahay baclukum barkii baclan barka kale hadday aamino oo waxa weeye daa'inkii madiinkii waxa weeye uu aamino oo xaqiisa uu aamino waxa weeye wax rahaanana uusan ka qaadan fama mid hadday aaminowna ilaahay baclukum barkii baclan barka kale oo waxa weeye rahan aan la kala qaadan fami adihadditowna ilaahay alladii midka i'tumina la aaminay oo madiinkiiya amaanatay amaanadiisa hadgutowna ilaahay amaanadiisuna waxa weeye deynkaas la siinaayo ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu watacaala fain amina hadday aaminowna ilaahay baclukum barkiin baclambarka kale oo waxa weeye ninkan deynka bixinaaya ninkuu deynka siinaayo xaqiisa uu aamino oo wax markaasi waxa weeye rahana uusan ka qaadin allah wuxuu yidhi fani adi hadgutowna ilaahay alladii midka i'tumina la aaminay amaanatay amaanadiis hadguto oo deynkii la siiyey mar haddii aan raha laga qaadin waa inay amaanadu ay gutaa oo sidii loo siiyey markaasi waa inay u bixiyaa waliyataqillaahawna ilaahay allaha ka cabsado ka dawraddiis ah waliyataqillaaha allaha ka cabsadowna ilaahay subxaanahu watacaala ka dawraddiis ah oo deynkaas adigiisa ilaahay subxaanahu watacaala ha la cabsado oo waxa weeye khiyaano uusan samaynin walaa taktumuu ha qarinowna ilaahay ashahaadata markhaatiga ha qarinowna ilaahay waxa weeye dadkii wax ka markhaati kacay markii hadday markhaatigii soo ooga la yidhaahdo waxaa laga doonayaa inaysan markhaatigaas qarin weeye markaasuu dha ilaahay walaa taktumuu ha qarina ashahaadata markhaatiga ha qarinowna ilaahay idaa duciitum liiqaamatiha weeye markii laydinkugu yeelo inaad soo oogtaan waman yaktumaa ruuxa qariya markhaatigaasow dha ilaahay oo waxuu ka markhaati ahay qariya fainahu kaasiyowna ilaahay aasimun mid ou dindaadaayo weeye qalbuu qalbigiisu waman yaktumaa ruuxa qariyowna ilaahay shahaadada qariya fainahu man kaasiyowna ilaahay aasimun mid ou dindaadaayo weeye qalbuu qalbigiisa ou dindaadaayo hadda qalbiga ayaa dikriga lagu khafisaa la yidhi maxaa yeele waxa saas lagu khafifaayo qalbigu waxaa la yidhi waa maxalu shahaada la yidhi shahaadada maxalkeedu weye maxalkii markhaatigu uu fariisanaayo weeye haddana waxa weeye way anahu ilaa asimaa la yidhi dan qalbigu hadday dindaadaa la yidhi tabicahu kayruu kayrkiisu waa raacayaa markaasaa waxa weeye qalbigi waa la ciqaabayaa kayrkiisna waxa weeye waa la ciqaabayaa marka qalbiga wax walba ayaa ka xugunsamo oo waxa weeye waxa laga socdo ayaa qalbiga maxaa yeele nabigeena calayhi salaatu wasalaam xadiiska waartow dhahay alaa wa ina fi ljasadi mulqatanow dhahay jasadka waxaa ku sugan ou dhahay nabi calayhi isalatu wasalaam cad yar ayaa ku sugan idaa saruxat saruxa aljasadu kulluhu ou dhahay hadday suubato mulqadaasu jirkoo dha waa suubanayaa wa idaa fasadad fasada aljasadu kulluhu ou dhahay hadday maaragtay ayadu fadane jirkoo dhan waa fasahadaya marka waxa weeye qalbigu waxa weeye waa raiye waxaana culimo yidhaahdaan idaa saruxa alamiiru salaxatat idaa saraxa alamiiru salaxat iraciyat marka waxa weeye amiirka dhamaay oo jirta waaye qalbigu wallaahu allowna ilaahay bimaa tacmaluuna waxa aad camal falaysaan caliimun caliimaya weeye ilaahay waxaad camal falaysaan caalim ayuu ku yahay wax alla ka qarsoon ma jir qof walba waxa weeye wuxuu ou qaaday iyo wuxuu markhaati ka naqday waa inuu fuliyaa sidii waxa weeye u qaaday waa inuu fuliyaa hawdha ilaahay marka hadda ilabaa wuxuu ku khatimay alla inuu caalim ku yahay wax kasta oo waxa weeye la camal falaayo dhowr ajillo ayaa halkaa ilaahay noogu sheegayaa oo waxa weeye markaasi cilmiga ilaahay ah allah wuxuu yidhi subxaanahu watacaala lillaahi alla waxaa u sugnaaday
ما مخلوق في السماوات السماوات خصوصا هي وما مخلوق في الأرض الأهلها خصوصا وإن تبدو أدئة موجسان أو بلاهي ما في أنفسكم وحنفتين خصوصا أو أنفس تخفوها أبغرسان يحاسبكم الله واحد من كل حسابي به ما قاس الله الله بلاهي فيغفر الله وأضافيا لما يشرع دون إنا أضافه ويعذب الله وعذاب يا من يشاء روحه دون إنا أضافه والله الله نعيد إله سبحانه وتعالى على كل شيء شيء لأرك كل جيسة ثم عليك رأيه ووحى كاملا محاسبين ناس إيه الجازنتين ناس أيضا أيضا إله سبحانه وتعالى وحى أمه ورمي إله سبع ود الله هي ملك يا رب سبحانه وتعالى لله الله وحى أصر ما رب إلهي ما مخلوق في السماوات السماوات كسرا إيه والأرض أهلك كسرا ماذا وحى يكون على هذه وحى يرى عاقلك لكن حيوه يا ليستغل لبيا وهو حيوه يا عاقلك يا غير عاقلك غير عاقلك يا بلان يا ليلي وحن عقل يا هينا بلان مركا وحيوه يستغل لغلبي لكثرة يا ليلي إيه وما أيوه بلعان وتعالى مخلوق في الأرض أهلها كسرا وإلهي يهوي سيليه هاي من خلقا وعجيبا وي إلهي يستغل أيام ملكية يستغل أيا أبو ري أستغل أيام كيسيين مركا آيات دانا ساعة روسا شغني أعيب هذا المكسوب على أي دليل أليل هذا الله يقول سبحانه وتعالى وإن تبدو هذا المعنى الإلهي ما في أنفسكم وحا نفسي مقصرا أو حمان إيا حمان تسؤول وقصده أعيب أن إن شاء الله تعالى جمالاك شيئنا وعيب غيبت أن هذا أمدا بإساءه وعيب الله منسوخا لي إله يقول سبحانه وتعالى وإن تبدو هذا موجسان الإلهي ما في أحدكم بها نفتي مكسرا أو حمان تأبوك السدين هداد مجيسين أو بإلهي أو أمس تخفو أبقرسان أو بإلهي أو وحاوية قلبيين أفقرسان يحاسبكم الله وإن كن حسابيا بيكا سيدا يا الله وإلا يحاسبكم الله وإلا وإن كن حسابيا بيكا سيدا يا الله سبحانه وتعالى وعن نفتي مكسرسان أو حمان تا يوحاب مجيسين با ما لم تقيامه أيها إلهي سبحانه وتعالى إذن كن حسابه ودع الله سبحانه وتعالى إلهي يقول سبحانه وتعالى مركي حسابك أودعانه فيغفر الله وأضافيا لمن يشاء روح دون إنا أضافه ويعذب الله وعذابيا من يشاء روح دون إنا العذاب إلهي وعذابيا سبحانه وتعالى وهذا كلام يشاء الأخياء فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء يا الأخياء وهو عليه الله ولا فعل وقال وقال الجسمية مركز الجسمية وحاوية حيكو عصمتها جواب الشر بغير مركز مركز فيها فين غنسة فيغفر نفسه هو عيال سوق الدرية هو حاوية فيغفر الله أضع في عيال غنسة مركز الجسمية لما يشاء روح عدونه ويعذب الله عذابه ما يشاء روح عدونه سوى فين غنسة لكن هذا حاوية أنا أتكوى عليه والله والله إن إله سبحانه وتعالى على كل شيء أرك كل يصوم إلهي قد يرم عليه كرمه إلهي سبحانه وتعالى وحو البقاد فيها ووحى إلهي كورمي الدومنك وحيوي إنه مارك وفن وحيوي الله سبحانه وتعالى مغفره كجاسيه وفن وحيوي عذابه كجاسيه إلهي وحو البقاد إليه محير إلهي حوضعي فإن ما يشاوي عدو ما يشاو أمن الرسول رسول خياره من يوم إلهي بما في أنزل لدجيه إلهي استغل ليسوا دجيه من ربي حق ربي اسمه يسوا دجيه أو قرآن خاصة والمؤمنون مؤمنون تنويه من يوم إلهي كل من كل عرفون إلهي أمن الله من بالله الله أيوه من يوم إلهي ملائكتي إلهي ملائكتيسة إلهي الكتبه إلهي كتبتيسة إلهي رسوله إلهي رسوشيسة وإلهي حالهم توفق الله أيوه إلهي لا نفرقك لجيمين بين أحد أحد بين كيسة ومن رسول إله رسوشيسة كاملة وبعضنا في مينين بعضنا بين مينين وحاولوا يوانا ولا في مينين سن يهودية مصارع يسميين نهيين عنه وقالوا حمد أبي نوض إلهي نبي عليه السلام يا مؤمنين سمعنا وانا مقالنا وحمرك أثنى الأمر يسمع قبول عيانا كم مقالنا وأدعنا وانا أبيعنا غفرانك نسألك الله يحانك سؤالينينا وفرانك ما فدها لأيانك سؤالينينا ربنا يا ربنا ربك إنو
ويريك حقاها يا المصير مرجع على ما شاء الله نقول عليه مرك هذا آيات عن هي آيات كل التغيين فانا أجرين وها مارت يا إليهم آيات على بضع آيات أو سورة البقرة أدن بيسا فالله إلقوني أو خاصة يسك ليهم حديث عليه إمام مسلم ووريه أول لقوري أبي مسعود الأنصاري أيا وحا إني سحاب جاسو رسولك إله يا يهوده صلى الله عليه وسلم من قرأها روح أخيوده من قرأ روح أخيوده إلى هاتين الآيتين لبدا عن آيات أو قوان قفك أهرية آخر سورة البقرة أو سورة البقرة آخر كذا كتتاه ويكافر يا بوده رسولك عليه السلام خيري قفك أخيوده لبدا عن آيات أو سورة البقرة آخر كذا ويكافر يا مرك هذا وي كافنا يا أنت سونيو عليه الصلاة والسلام أي الله يسكت العافية أيها اللي يريحك كافنا يا أنا لقي هذا هو مليل أيك كافنا يا أو قفك يا حي مرك أوسيحنا يا لبدا عن آيات أخي قف وحو مرك في الله سويوي هبين كان قيام مليل أكعي أي الله سويوي هاي لولة جلالي سي عبد مارا في الله لي ابن عمر وهذا ابن عمر نبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم نبي أيام مغلى يقول استوى معي أنزل الله علي آيتين من كنوز الجنة إلهي يقول يوسف دجي الله آيات وكيفك الجمال كاملة ختم بهما سورة البقرة وإلهي سبحانه وتعالى وكختمي سورة البقرة وكختمي من قرأهما هم أخيه بأنه بعد العشاء عشاء بأبيته مرتين لغمر أخيه أجزأته وإيه الزبيان عن قيام الليل هلين كقمتان كيس مرك حديث كان ابن عمر عياه هو عبدين عياه قيام الليل كإنه مرك أسفة كافين عياه وعن ويهو بهمه من الرسول إلى آخر سورة سورة آخر كي انت لا جاري حديث كان مرك وعيه قيام الليل كي كافين عياه حديث كان عياه عبدين عياه سفريحة كو عبدين عياه وعيه ابن عمر وسكليه مركا وعاك ليلي وعيك كافنا يان شرط الشيطان كيك كافنا يان فلا يكون عليه ومركاسي سلطان وعيه الشيطان وعيه الدرم كلها ما يقوم الدرم كرايو مبكان وحويه لبدا عيه دو أخرسو وليه وحال ربا إنا وأخرسو مركي وحويه أي سبيل تيسا قد يهتو وحويه مركا يهرد عيه وعان الوضع هاي هاي مركي وحويه أو أخرسو آيبهان يقول كله وردي بعد وردي هنا وصنها بلن معاوية لوردي أدواء أخرسي أداد بعد يدار هذا شو هذا الكاس وردي أسواب هنا إياه مركا هنا يكون إلساء إياه للدين إياه مركا هذا الصورة دان وحال وختمة ليلي لبدان آيادات أيها الوختمة معاوية لا وعامارة يا صورة دان وعدي فرد الصلاة هذا فر المدادة هي الزكادة فر المدادة هي صونك فر المدادة هي حجك فر المدادة هي طلاق هي إيري هي حيرك هي جهادك هي مارك هي قصص الأنبياء مركا وحام مناصر المغضي قاليري إلا أشياء سورة دقن آخر كذا ملي عليه الصلاة والسلام هي مؤمنين إنه وحا مارك هي سورة دقن أسوى شيء وأحكان دمان تودا إنه في الميين إلا أشياء هي مناصر المغطالي مركا سورة إلهي سبحانه وتعالى من الرسول فسور في الله في الميين إلهي بما كي أنزل للدجيه إليه سي حديثا من ربي حق ربي سلي رسول دجيه والمؤمنون مؤمنون تنويهم مؤيانوا بإلهي كلهم كل أركوا بإلهي كلهم تنحاوي تنوين تانو ملاف إليه أي بد الكتا كلهم أي أمر كافي تنوين تانو بد الكتا آمن بالله إلهي أيهم لي إيه ملائكة إلهي ملائكتيس إيه كتبه إلهي كتبتيس إيه رسوله إلهي رسجيس ملائكة على سبع أيتاي مركا لان تفصيلنا هنا إيه كتبت إلهي وصوب دل دمان تهيب من الزلدة إيه رسوش إلهي يقولون وحينا فوق وليان لا نفرق لك لجين إيه بين أحد نحد بين كيس من رسوله إلهي رسوشين سكملة أو قار نمر همين إيه قار نمر دورين إيه سنة يحيي يهودية نصارى إسمائيين معي رهي يحيي بيني نبي الله عيسى نصارى ما يحيي بيني نبي الله موسى إيه بينين مرك عبدنا وحويه الله بوضا ولجرن الرسول كيف يبينين وقالوا حيو رابينا بإله المؤمنين سمعنا وانا مقلنا وها إلهي أن أمره سماع قبول أقبل أيانكم مقلنا إليهم
وأدعنا وانا أبيعني غفرانك أيها إلهين نسألك الله وحانك سألنينا غفرانك نافدها لأيانك سألنينا هدنا يا ربنا هد غيمو وإليك أليك حقاق أيان المصير مرجع علي ما شاء الله ما قنعيه أو وحيي النعوى أخرى إرجع إيطاي أو قيام مرسلة يلي سياسين أيه إلهي أليك حقا لي لا يكلف الله ألا ما شقي مايه أو إلهي يكلف مايه نفس نفس إلا وسعها باقدي رمويه لا نفس وحا أصنا ليه إلهي ما كسبت وحي كسبتا يا أصنا ليه خيره بإلهي وعليا وحا نفس كرك هذا علي ما اكتسبت وحي كسبتا شره بإلهي وقالوا فقد المؤمنين توحي إلهي ربنا يا ربنا رب غينو لا تأخذنا هما قوانين إما سيناها جيئان هالمانو أو أمرت أخذنا عن جفنو ربنا يا ربنا رب غينو أيوم إلهي ولا تحمل علينا كركينا كوحن بار إسرا وليس كوحن بار كما في حملت وعليه حمبارتي على الذين كوي من قبلنا أمي ورطينا هذي ربنا يا ربنا رب غينو ولا تحملنا هما وحن بار ما شاء الله باقة تقوى لنا عمد ما وصلنا من به ماذا وعفو عنا إلهي نعافي إيه بلوتين فر وفر لنا إلهي مواباس وارحمنا إلهي مواما حريسه أنت عدد مولانا مولاي مياتي سيد كين ومولتين تولينا عياتي فانصرنا إلهي مغذر جار على القوم مغون في الكافرين وكافرين في آيات مرد عبد آيات دان انت أنا مجرم وعالي لمركي سيد التي آيات دي حيوية آيات بعد أن تصوب عنه من الرسول كهريتي مركي سيد التي إيه لله ما في السماواتي وعالي لمؤمنين فعيها لحيوية ويش يكتين بالي أو وحي كش يكتين بالي ليسواس قلب يتجير آية وحانا قبل بالي إن يسواس قلب يتجير آية اللوح صابه مركي سيد وحي سيد قبل بالي آيات دان لا يخلف الله وإياه سيد التالي مركي هبا آيات دهره وحا إله سبحانه وتعالى هو ورمائي قفك وحي قلبي أو جريه أو قلبي سأو جريه حمانا أو فعل أو سنقص مين قولنا أو سنقص مين إلا حساب آيه وحي مركا سوى حيوه أولا جهرانه أيه هنا كذلك إلا حساب آيه مركا تعافنا وحيوه وحا مركا في قلبي يقصه معه آيه أو خواطرته وحيوه بني آدمك أيوة أمرها إنه إسكدها فأيوة أمرها ووحي كبح سنتهي باقضة وبشر كأيوة كبح سنتهي مركة وحيوية أسحالت مركة في وحيوية أرمتاس رسولك عليه الصلاة والسلام أيوة وشه التين باليري مركة في مركة وشه التين وحيوية حديث تسيب التين أيها جهتأه نوى عليه الصلاة والسلام حديث أيها ورهم أيها جهتان إلهي حديث أيها ورهم أيها جهتاء أيها داس وحيوية أسحالت نوى مركة إيمانين عليه الصلاة والسلام أيها مركزي خوال أحسن أيها جلبها كفر إحسن مركزي حيرا رسول الله وها مارفيا أما جمال كفر الليلة صلاة إيا الصن إيا أكو إيا حج وحيا لها أثنوان أيها لكن أيها بان أمير مأيه ميلا دي مركزي باي نوى عليه السلام ميلا حاجيه دي نوى باي سيما ما يا يهود أيضهن أيها حيوه سمعنا وعسيناه بلغة وحيوه سمعنا وأبعنا بها مركة وحاولي سيب أي مركة سيب كفرين بالي مركة أي أخيان أي أعيدا عرب قوض وكل لا يسمي أيها وحاولي إلهي سبحانه وتعالى إنت رجال أمد جواديوري في سيدة أعيدة أعيدا حكم كاسلغي في وجنة المؤمنين مركة إلهي يقول سبحانه وتعالى لا يكلف الله ألا مما شقينا يومك اللفا أيضا إلهي نفس النفو بإله إلا وسعى باقدير موي نفو وقف إسماعي حيوي إلا وين أي كاركا يسمعي لا نفت وحا أسونا لي بإله ما كثبت وحي كثبت أو خيرا يا أسونا لي أي تويبي سهليسا وعليا نفت وحا كركي وعراض الله ريسا إليسا نفت كثبت وحي كثبت أو شروي وحيوي وقفنا وقف لجنب جيدا الله قلم مايو وحي سن كثبنين ما الله قلم مايو وحي سواس وقلب يسدها ما الله قلم مايو هذا نوع قول يا سيد قدير كرتا أما هذا آيات ظهر الله سعسيه ووحي إلى جنت لقوره وقول بها أفوق الدنا ربنا يا ربنا رب غينه لا تأخذنا عن وقبن وإلهي أقاف عن وقبن إن السيناء هدانها المعنو إلهي أقاف عن وقبن نسيان كاس أو أمس أخذنا عن جفنه أو سيئة طوابك عن كتب نسيئة طوابك أوي
مركب حيوي وصلت ايا مارتيا الهي لو قد عطيو ومس محمد ارمتها فيها اللي يرهب عيالي في حديث وخص الماري فعيلا مجوان وحولا ان الله تجاوز لي عن امه الخضع والنسيان وليس هو عليهم ومدين الله هو وضع في جفك ايا النسيان فهيوح الويو فاهو الا وحي يرى اللي في الموضة معيني سيدا مارتيا دلك ايا جنب وكره ايالي افلاه اللي مجواله ربنا يا ربنا رب غيمو لها ايوب الهي ولا تحمل علينا قرقينا كحن بارم إفرم عليه ووحا ويهي حمل يسعون وعليسي كما سيدي حملت وابو حن بارتي على الذين كون من قبلنا عمد ورطينا هذي وهي ابن إسرائيل ووحا ويهي توبادير لي مطير الزيان اي هذي ما الكفر انا البحيان اي هذي زي كذا الى الليش مولي ان الجاساء الزيان هذي ميلا سنيسين فاروه انسحيني قدنا يا ربنا رب غيمو ولا تحملنا عن وحن بارم ما شيء لا داغة تقوى لما عمل إنما وصوا عن دي ما غفيت تاريخ إيا الدلاء وعفو عنا إله المأثي سأصبه بإلهي واغفر لنا إله المرضى وارحمنا إله ما محريسه أنت عبد المولانا سيد كين ياساي ومرتين كيك يليناي تنفرنا من رب الرجال على القوم الظنك الكافرين والكافرين داهي وحجاء نتوئي من كذلك نقوم الدقال في وحك الصوى معايلا مولاه شأن جيسا وحاكا ميلا إلى الموالدين سأسكليه أبرقائي عدد وقرقائي حديث وحان سؤال راري مركي سؤال بالتعايدا ورسول كان أخي عليه الصلاة والسلام وحا النبي اللي دهي كلمك التعرفتها قد فعلت أيها اللي دهي وإذنية لأيها اللي دهي مركي وحيوه سورة سورة البقرة هذي هل كانت أيما رقيا طبا معطي عشر كان نوح حيوه إنت أتأيوك إذيهي والله سبحانه وتعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.